بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وما بعد. الفيديو الأخير في الوحدة السابعة. الوحدة السابعة دي هي الوحدة الأولى في منهج الترم الثاني. طبعا زي ما أنت ملاحظ كده الكلام عمال يتكرر، فلو أنت مركز كده وبتذاكر بضمير هتلاقي الدنيا ماشية معاك آخر حلاوة، لأن كل ده بالنسبة لك مراجعات. أول سؤال بيقول لي I know this type of sport I like it very much. بداية كلمة type دي هنا معناها نوع، وهي في الحتة دي كده بتساوي كلمة kind اللي معناها نوع، وبتساوي كمان كلمة sort اللي معناها نوع. حلو، ما ننساش كمان ان كلمة type دي ممكن نستخدمها كفعل بمعنى يكتب بالكمبيوتر، على خلاف كلمة write اللي معناها يكتب بالورقة والقلم. المهم انا بقول لك انا ايه هذا النوع من الرياضة بحبها جدا، يبقى I adore. adore دي معناها يعشق، deal يتعامل معه، وديل ان معناها يتاجر فيه. دي تيست دي بتساوي كلمة هيت يعني يكره، اللي هي عندك بالفرنساوي دي تيستي. ديلي يعني يؤجل، بتساوي كلمة بوست بون اللي معناها يؤجل. كل الكلام ده احنا عارفينه. I am glad that my neighbor not and left hospital. انا سعيد ان جاري ايه وغادر المستشفى. هيل معناها يلتئم، اللي هو الجرح او الالم يخف يخف يعني. كيور معناها يعالج، يعالج مرضا. ريكفرد معناها شفي من مرضه او تعافى. ديسكفر يكتشف. طيب I noticed an elegant lady، انا شاهدت او لاحظت امرأة جميلة. sitting next to my aunt، قاعدة جنب عمتي. كلمة elegant هنا بتساوي في المعنى كلمة regretful معناها مثير للندم. وعندك كمان الكلمة التانية كلمة dutiful اللي معناها مطيع. قلتلك الكلمات دي قلنا ديت dutiful معناها مطيع. وعندك كلمة armful اللي معناها حزمة من، وgraceful اللي معناها جميل أو أنيق، يعني بتساوي الكلمة دي. وهنضيف عليهم كمان كلمة stylish، ونضيف عليهم كمان كلمة smart. يبقى أنت عندك أربع كلمات: elegant, stylish, smart وgraceful. الكلمات دي كلها بنفس المعنى، كلهم معناهم جميل أو أنيق. We need to work hard، محتاجين نشتغل باجتهاد. To know the minds of foreign investors about the efficiency of Egyptian workers. Efficiency دي معناها الكفاءة. يقول لك احنا محتاجين نشتغل باجتهاد عشان نغير فكرة المستثمرين الأجانب عن العمال المصريين. طبعا تشارج يعني يشحن أو يغرم، وتشيك يعني يفحص، وريفيوز يرفض. ما تنساش إن ريفيوز دي كانت زمان خدناها بتساوي كلمة، اكتب يا عم، بتساوي كلمة تيرن داون اللي كان معناها يرفض، وبتساوي كمان كلمة ديكلاين اللي كمان معناها يرفض. ما تنساش الكلام ده. ناديا إز إيه أوف هير كازن بيكوز هي إز جوينج هي إز جاست جوت أو هي هاز بقى جاست جوت أن أيفون. بنت عمها اشترت ايفون جديد، فنادية بتشعر بالجيلس ان هي غيورة. طبعا جلتي يعني مذنب، وجلومي يعني كئيب، واليجنت اللي هي معناها انيق بتساوي سمارت بتساوي ستايلش بتساوي جريسفول. The job of a knot is to open and close the gate، اللي بيفتح البوابة ويقفلها تاني الراجل ده بنسميه جيت كيبر، حارس البوابة. طبعا relative يعني قريب، الاولانية دي، والتاني client اللي هو عميل او زبون. whisper معناها يهمس. Don't worry about anything at all، ما تقلقش على اي حاجة خالص. Just leave it to me معناها دع الامر لي. Why do you not there is no one around، مفيش حد حوالينا يا ابني. لماذا why do you whisper، انت بتهمس ليه، مفيش حد واقف حوالينا، يبقى whisper يعني يهمس. رقم 9 بيقول لك we were warned to not that part of the city at night، احنا تم تحذيرنا من ان احنا نعمل ايه في هذا الجزء من المدينة بالليل في الليل. keep away from ان احنا نبقى بعيدا عن، make a picnic for يعمل رحلة او نزهة، take pride in يتفاخر اللي بتساوي be proud of، وبتساوي كمان كلمة boost اللي معناها يتفاخر، وleave it to me دع الامر علي. وبالتالي احنا طلب منا او حذرنا من ان احنا نبقى بعيدا، يعني قلنا خليكوا بعيد من هذا الجزء من المدينة. هنا is a not of mine of mine she comes to my clinic every 3 months to check her teeth، بتيجي عندي العيادة كل 3 شهور تفحص اسنانها، يعني هي كده client يعني عميلة. في هنا حتة مهمة جدا عايزك تعرفها. انت ليه انت هنا قلت لي a client of not، يا ترى اختار هنا of me ولا of mine؟ القصة وما فيها بقى حضرتك ان me دي اسمها ضمير مفعول، طب mine دي اسمها صفة، لا سوري، ضمير ملكية. طيب يعني ايه بقى، انا هاخد مين فيهم؟ انت بتقول لي هي زبونة من الزبان بتوعي، يعني زبونة خاصتي، يعني انت بتكلم عن ملكية، اذا انت هتختار ماين، فعشان كده قال لك اوف ماين. طيب الجملة اللي بعد كده اللي هي عبارة عن ترجمة، وتعالى بقى نعرف الترجمة مين الصح وين غلط وليه. اول واحدة الاجابة بتاعتها الصح هي رقم بي، اللي هي بدون الدافع في الحياة. هنطلع الصح والغلط الاول. اول اجابة كده بدون الدافع في الحياة من الصعب السعي لتحقيق النجاح وتحقيق السعادة الداخلية، ده كله كده الاجابة الصح. طبعا الترجمة في امتحان اخر السنة خلاص كده اقرت اختياري.
اول جمله الخطا فيها كالتالي، هو بيقول لك بدون مشاكل الحياه، في الجمله قال لك without motivation اللي هو الدافع. الجمله رقم سي بيقول لك بدون الدافع في الحياه من السهل السعي، في الجمله قال لك هنا it's hard انه من الصعب. اخر واحده وتحقيق السعاده مع الاخرين، هو هنا قال لك strive for success and achieve internal السعاده الداخليه، وهنا بيقول لك مع الاخرين، فكده باظت. اذا الاجابه هنا رقم ب. الجمله اللي بعد كده برضه نختار الصح الاول، الاجابه الصح هنا رقم د اللي هي ليس عليك ان تكون عبقريا او صاحب رؤيه، ده كله كده الاجابه الصح. طيب الباقيين غلط ليه يا عم؟ تعال نشوف الباقيين غلط ليه. اول واحده غلط عشان هو بيقول لك عليك ان تكون عبقريا او صاحب رؤيه او حتى خريجا، هو في الجمله ما قالكش كده، قال لك يو دونت هاف تو، ليس عليك ان، يبقى كده دي باظت. الجمله الثانيه ليس عليك ان تكون عبقريا او مرائيا، في الجمله ما قالش كده، قال لك ايه جينيوس يعني ذكي اور فيجنري يعني صاحب رؤيه، في الجمله بيقول لك مرائيا، الرياء انك تبقى حد كده بيمثل قدام الناس يعني. اللي بعديها ليس عليك ان تكون عبقريا او صاحب رؤيه او حتى خريجا جامعيا لتكون ناجحا، انت فقط بحاجه الى برواز. برواز ايه يا عم؟ هو قال لك هنا فريم ورك اللي هي اطار عمل، يبقى كده برواز دي غلط وباظت الجمله. الجمله اللي بعدها رقم 3 الاجابه الصح برده كالعاده هي رقم جيم، يعني كده رقم ايه دي غلط. بس تعال نشوف رقم ايه غلط ليه. بيقول لك ايه؟ اولئك الذين يخشون انك لن تنجح، في الجمله قال لك هو ار افريد يو ويل سكسيد، هم خايفين انك انت تنجح. الجمله الثانيه رقم ب الخطا فيها فين؟ هناك نوعين من الاشخاص، الذين سيقولون انه لك انه لا يمكنك صنع شيء مختلف، اولئك الذين يخشون المرحله، اولئك الذين يحبون انك ستنجح. في الجمله ما قالش يحبون، هو في الجمله قال لك ايه؟ هو ار افريد، خايفين من انك تنجح. الجمله رقم جيم طبعا زي ما اتفقنا هي الاجابه الصح. طيب رقم د الخطا فيها فين؟ تعالى بقول لك الذين سيقولون لك انه يمكنك احداث الفارق، في الجمله ما قالكش يمكنك، قال لك في الجمله those who are afraid that you can't make difference، لا يمكنك، في الجمله هنا قال لك يمكنك، فكده بقى الجمله باظت والاجابه رقم جيم. الجمله رقم 4 الاجابه الصح هي رقم د. اول واحده غلط ليه بقى؟ بص معايا في فكرتها لانها فكرتها لغه عربيه شويه، انت عارف كلمه سواء دي لازم نكمل بعدها ام لا او كده، على سبيل المثال اقول لك انا لا اعرف انك انا لا اعرف سواء انك ستاتي ام لا، ما دام قلت لك سواء ففي بعدها ام لا. تعال نشوف كده، الاختبار الحقيقي هو ما اذا كنت تركت الفشل يقوي يقوى او يخجلك الى التقاعس، او ما اذا كنت تتعلم منه سواء اخترت المسابره لازم اكمل بكلمه ام لا. طيب ودي برضو سواء اخترت المسابره عايزين برضو ام لا، هنا اخترت المسابرة برضو ام لا عشان هو في كده كده فيها سواء، لكن رقم د بيقول لك او ما اذا كنت تتعلم منه وستختار المسابرة، يعني كل دول فيهم سواء دي، فكلهم هم الثلاثة غلط. طيب الجملة اللي بعد كده من العربي للانجليزي، الاجابة الصح هنا هي رقم سي. طب ليه؟ بص aims to achieve يعني تحقيق هيومين دي يعني kind يعني عطوف، هو في الجملة ما قالكش كده، قالك التنمية البشرية يعني اهداف التنمية البشرية، يعني معنى كده انك عايز كلمة هيومن، فدي كده غلط باظت. الجمله الثانيه هقول لك سوشيال ديفلوبمنت، في الجمله ما قالكش التنميه الاجتماعيه، قال لك التنميه المستدامه. فرقم دي بيقول لك استراتيجيات نيدز تو اتشيف، نيد يعني يحتاج، الجمله قال لك التي تهدف يعني ايمز، يعني كده باظت والاجابه هنا فعلا رقم سي. اخر واحده بقى هي الاجابه الكام، تعال نشوف. بيقول لك في دي الاجابه رقم 2 ألف هي ايه؟ طب الثانيه غلط ليه والثالثه غلط ليه؟ ونبدا نقارن الاول عشان نفهم مين الغلط ومين الصح وليه. في رقم بي بيقول لك physical disability has never been an obstacle in the way of success. There are so many disabled، هناك الكثير من الناس المعاقين الذين حققوا انجازات تاريخيه، في الجمله ما قالش كده، في الجمله بيقول لك فكم من معاق، فكم من معاق اللي هي for how many اللي هو كم، disabled people معاق يعني have achieved يعني حققوا، فالجمله دي كلها مظبوطه بس الجمله الثانيه دي مصاغه بشكل خطا. رقم سي بيقول لك there are so many disabled people that have achieved، اللي كانت الخطا فيها بيقول لك physical disability has never been an obstacle in the way of success. There are so many، نفس القصه برضه، there are so many disabled people that have achieved what the healthy hasn't. هنا بقى في مشكله، the healthy اللي هم الاصحاء، ودي اسم جمع، ايه اللي اسم جمع؟ ما احنا قلنا قبل كده كلمه rich يعني غني، لو قلنا the rich يبقى الاغنياء، بور يعني فقير، لو قلنا زبور يبقى الفقراء، وكده بنعملهم على انهم اسم جمع. احنا عملنا نفس القصه هنا بس عملناها على انها مفرد فباظت. اخر واحده بقى من كلمه فيزيشن كده اللي هو الطبيب يعني ملهاش علاقه بالموضوع، انت عايز كلمه الفيزيائي. طيب الجمله اللي بعد كده، الجمله اللي برضو فيها تلاعب لغوي شويه فركز معايا، في الجمله الاصليه بيقول لك لا توجد كلمه مستحيل، هنا في الجمله there is no word impossible، يعني ليس هناك كلمه
مستحيل، وده غلط. المفروض كنا قلنا there is no word called، ليس هناك كلمة تسمى مستحيل. فهنا الحتة الأولانية دي بوظتها. تاني واحدة بقى رقم بي، بيقول لك هنا بيقول the impossible اللي هو المستحيل become، المفروض تبقى becomes لأن ال impossible ده اسم مفرد، فدي كده باظت. رقم سي هي الإجابة الصح. طب رقم دي the word impossible doesn't belong to the vocabulary of، هو لا تنتمي أو لا تخ... يعني لا توجد في vocabulary مفردات الإنسان الناجح. هو ما قالش كده، قال لك في قاموس مفردات، المفروض هنا the dictionary of vocabulary، وبالتالي كده باظت. غير كده في آخر حتة كمان بيقول لك what is possible، أن الممكن يصبح مستحيلا، ده هو عكسها، المفروض المستحيل يصبح ممكنا. يعني يبقى الإجابة كده رقم سي، ودي جملة كده دمها واقف، ما ينفعش أعتقد إنها تيجي في امتحان بالمنظر الغبي ده. طيب اللي بعد كده هير سترونج كاركتر، دي رقم ايه اللي صح؟ التانية بقى خد بالك هو بيتكلم هنا اصرارها اللي هو اسمه ديترمينيشن، هو عامل هنا ديسكريمينيشن اللي هو التمييز. طيب واللي بعد كده عامل لك دي في حاجة تانية في رقم سي نوت تو تريت، في الجملة اصلك قال لك او اصرارها على الا تو عامل، يبقى ده مبني المجهول، المفروض تبقى تو عامل يبقى تو بي تريتد، هو عاملها هنا نوت تو تريت، فكده باظت. الاخيرة خالص بقى بيقول في الجملة ساعدها على تغيير رأي الناس في الذين يعانون من متلازمة داون. هنا بقى helped her to change the people of Down's syndrome minds، يعني الراجل بيقول لك ساعدها على تغيير رأي الناس في الذين يعانون من متلازمة داون. ركز عشان هو قالب هنا، المفروض نقول ايه هو الرأي ده؟ رأي مين؟ رأي الناس. حلو، عشان كده هو في دي حتى قال لك people's minds، يعني رأي الناس عن المصابين بمتلازمه داون. هنا بقى بقول لك ساعدها في تغيير ذا بيبل اوف داون سيندروم مايندس، يعني راي الناس المصابين نفسهم، مش راي الناس في المصابين، لا ده هنا راي الناس المصابين نفسهم. اذا الاجابه كده اصبحت رقم A. بعد كده عندك الامتحان اللطيف ده اتس ا جريت فيلينج، انه شعور عظيم، وين يو نوت ا تشالنج، عندما تتغلب على تحدي يبقى اوفركم. طيب helping others during hard times، مساعدة الآخرين أثناء الأوقات الصعبة، is something of a great، شيئا ذات of a great value، ذات قيمة عالية، قيمة رائعة، يبقى value. طيب بعد كده رقم رقم اثنين on a I drink three coffees، في المتوسط on average، on average يعني في المتوسط أنا بشرب 3 فناجيل قهوة في اليوم. I enjoy reading not which are extracted، أنا بحب أقرأ الإيه المقتبسة من كلام الناس التانية، يبقى دي quotes المقتبسات. اللي بعدها to not is to behave towards someone or something in a particular way، انك تسلك ناحية شيء او شخص بطريقة معينة، دي طريقة معاملة الشخص او الشيء، يبقى treat اللي معناها يعامل. طب رقم 6 we not notes to remember important information، احنا بنعمل ايه في النوتس؟ قلنا مع النوتس دي في 3 حاجات take notes write down notes وmake notes، انا قدامي هنا make ولو كان في take كنا خدناها. I have achieved nearly all my goals، تقريبا حققت كل اهدافي. كلمة achieve يعني يحقق، بتساوي كلمة achieve my goals realize my goals reach my goals، يبقى كده عندك B and C. اللي بعد كده بيقول لك فيها you not when you do everything you can، عندما تفعل كل شيء يمكنك أن تفعله، فأنت كده عملت إيه you spare no effort do your best، وكمان ضيف عليهم try your best، يبقى كده A and B. Angela's parents encouraged her to work not and this helped her to achieve an important position at work، ولكن أبوها وأمها ساعدوها أنها تعمل بجد، يبقى work hard اللي هي الأولى. Not no one was hurt in the accident، ما حدش أصيب في الحادثة، فده من حسن الحظ، يبقى luckily. أمال إيه lucky؟ lucky يعني محظوظ. طب unlucky لسوء الحظ، طب unlucky يعني سيء الحظ، فأنت ممكن تقول I was lucky I was unlucky، لكن luckily لحسن الحظ، بما إن ما حدش أصيب في الحادثة فده حسن حظ، فعشان كده قلنا luckily. بعد كده 11 everybody looked at A by her talk، كل شخص كل الناس بدوا A بكلامها. impress معناها يبهر او يؤثر على، طب impressed معناها منبهر، طب impressive معناها مبهر يعني جميل، impressively معناها بشكل مبهر، انت بتقول كل الناس بدوا منبهرين يبقى looked impressed اللي رقم B. بس خد بالك رقم 11 دي كان ممكن نقول every one برضو نفس القصة looked impressively نظر بانبهار at her، نظر بانبهار اليها، يبقى احنا كده خدنا impressed. she had not ever done any sport before she started doing powerlifting،
هو بيقول لك ان هي لم تمارس اي رياضه قبل ما تمارس الباور ليفتنج. لم دي اللي هي هاردلي اللي بتساوي نوت، يبقى شي هاد هاردلي يعني لم تمارس. اوتش اي نوت ماي فينجر، انا جرحت اصبعي. دونت كات ده منفي طبعا، احنا عايزين نقول انا جرحت، ويل كات يعني ساجرح، هاف بين كاتنج كنت اجرح، فاكيد اي هاف كات، انا جرحت اصبعي يبقى اي هاف كات ماي فينجر. ماي ماذر از ميكينج ساندوتشز، امي بتعمل سندوتشات. شي نوت بريد اول مورنينج، ركز معايا عشان الترجمه، انت بتقول امي بتعمل سندوتشات، هي بتقطع، شوف مستمره ازاي في الخبز طول اليوم، يبقى هاز بين كاتنج. طب في 15 امي بتعمل سندوتشات، هي عملت ايه في كل الخبز؟ اكيد قطعت كل الخبز، فالحدث كده انتهى، وبالتالي هنقول هاز كات اللي هي الاولى. هنا انت بتقول لي بتقطع مستمره في التقطيع. Amazing، مبهر. Have you finished the task؟ هل انت خلصت المهمة بالفعل already؟ لان ده سؤال بيعبر عن التعجب والاعجاب، كان ممكن ناخد ديت لو هو عايز يقول له هو انت لسه ما خلصتش. طيب القطعة دي لطيفة جدا، بيقول لك there are number of reasons، هناك عدد من الاسباب. Why the current voting age of 18 should be lower to 16؟ بيقول لك في اسباب كتيرة جدا بتخلينا نفكر ان احنا نخلي سنة الانتخاب من 18 نخليه 16. اولا A lower voting age in the United States would encourage other countries. بقول لك ان تخفيض سن الانتخاب في الولايات المتحدة الامريكية هيشجع الدول التانية انها تتبع نفس المثال. Many countries are discussing. الكثير من الدول بتناقش and debating the pros and cons of lowering the voting age. الكثير من الدول ما زالت بتناقش فكرة ان احنا نخفض سن الانتخاب ل 16 سنة. And if the United States give 16 year old the right to vote، ولو امريكا عملت كده وخلت الناس اللي عندهم 16 سنه ينتخبوا، it will serve as an important example، هيكون ده بالنسبه لنا مثال هيمشي ورانا كل الناس. For the rest of the world، على فكره ده عليها سؤال وده عليها سؤال، خد بالك ده عشان هنحتاجها. بيقول لك ان القضيه ما زالت تناقش. الحاجه الثانيه، لو امريكا عملت كده الناس كلها هتبقى تتبعها وتقلدها. More importantly، الاكثر اهميه، if a 16 year old olds، لو الناس اللي عندهم 16 سنه دول enough to engage، بقول لك لو الناس اللي عندها 16 سنه دول are old enough، يعني كبروا بقى كده بالقدر الكافي ان هم engage، برضه جايه في الاسئله معناها ينخرط في الانشطه الخاصه بالناس البالغين، then they are old enough to vote. الراجل عايز يقول ايه؟ بيقول لك بما ان الشاب اللي عنده 16 سنه بيمارس حقوق الشخص البالغ فهو كده خلاص ينفع ينتخب. In many states، في الكثير من الروايات او من الدول يعني 16 year olds can work، ممكن يشتغلوا، ممكن يعمل رخصة قيادة، وممكن ينخرط في الكثير من الأعمال اللي بيقوم بها الأشخاص البالغون، وده بيخليهم mature يعني ناضجين بالقدر الكافي إن هم يصوتوا. لو الإنسان اللي عنده 16 سنة is old enough to manage the responsibilities of work، كبير بالقدر الكافي بحيث يتحكم فيه أو يمكنه إن هو يقوم بمسؤوليات العمل and school، then it's clear that they are responsible enough to make informed decisions. ده معناها إن هم هيكونوا قادرين إن هم يعملوا قرارات مسؤولة في مجال السياسة وكسياسيين. But the most important reason، الأسباب الأكثر أهمية من ده كله، why are the voting age should be lowered، يعني السبب الأكثر أهمية اللي بيخلينا نخفض سن الانتخاب ل 16 سنة، that it will decrease apathy، إن هي هتقلل من اللامبالاة والسينسيزم اللي هي السلبية، while stimulating a lifelong interest، يعني معنى كده إن الإنسان اللي هينتخب هيكون ما عندوش عنده يعني مش من النوع اللي هو بيعاني من اللامبالاة والسلبية في حياته، خصوصا في المشاركة السياسية. Many young people feel as so their opinion doesn't matter. ناس كتير بيقول لك ان رأينا مش اي 60 لازمة. ليه يا ابني؟ ما هو لو رأينا لازمة كانوا خلونا انتخبنا. Many young people feel as so their opinion doesn't matter، وشايفين ان رأيهم ملوش اي 60 لازمة. By the time they reach voting age، وبالتالي لما يوصل سن المراهقة بقى سن الانتخابات، they are often this enchanted، يعني بيكونوا محبطين with politics and essential about the entire political process. يعني بيقول لك ان الولد اللي بيكون عنده 16 سنه ما بيروحش ينتخب، شايف ابوه رايح ينتخب مره واثنين وثلاثه وهو قاعد في البيت ما ينفعش ينتخب، فبيوصل لمرحله ان هو اصبح عنده لا مبالاه ومش عايز ينتخب وشايف ان صوته ملوش اي لازمه. لو سن الانتخاب was lower to 16، تم خفض ل 16 سنه، الشباب would know that their opinion doesn't count. Does count. الشباب دول هيعرفوا ان رايهم ذات قيمة. They would be inspired to exercise the right to vote not just as young adults but throughout their life. بقول لك ان الشباب هيعرفوا ان صوتهم ليه قيمة مش بس في الانتخابات، لا في حياتهم كلها. The long term results، النتائج بقى بعيدة المدى، a much higher percentage of interested voters،
and better voter turnout. بيقول لك ان اعداد المنتخبين هتزيد ونسبه المئويه يعني للاهتمام بالحياه الانتخابيه هتزيد. will benefit our entire nation. ده هيفيد مجتمعنا باثره كله يعني. القطعه دي قراناها سريعا كده، تعالى نشوف اول سؤال. اول العنوان المناسب للقطعه ديت هي ترى هو ايه؟ هو الاولى دي صح اللي هي a legal right for youth، حق شرعي للشباب. طيب impossible task مهمه مستحيله، decreasing voting يعني تقليل الانتخاب، لا ده احنا مش عايزين نقلل الانتخاب، عايزين نزود الانتخاب ونقلل السن. voting disadvantages يعني عيوب الانتخاب، الراجل بيتكلم عن مميزات من ساعتها. ممكن نستنبأ ان كلمه engage اللي معناها ينخرط فيه بتساوي كلمه involve اللي معناها ينخرط فيه برضو. the last paragraph deals with، اخر paragraph خالص اللي هو ده اللي هو ده بيتكلم في ايه بقى؟ بيقول لك احنا لو خلينا الشباب ينتخب فهيكون عندهم القدره ان هم يكونوا مسؤولين في حياتهم الاجتماعيه وكده والشخصيه. يا ترى بيتكلم على reasons اسباب خفض الانتخاب سن الانتخاب، ولا عيوب خفض سن الانتخاب، ولا مزايا او فوائد خفض الانتخاب فوائدها. ما قال لك احنا لو خفضنا سن الانتخاب فالعيال هيكون عندهم حماسه وهيكونوا عندهم مبالاه والدنيا تبقى جميله. لو امريكا عملت كده فالدول كلها ايميتيت. يعني ايه ايميتيت؟ يعني يقلد، هتقلدها. تخفيض سن الانتخاب will increase the youth، هيزود من الايه اللي عند الشباب، الانترست الاهتمام بتاع الشباب، لكنه هيقلل من العزله واللامبالاه والتسيب اللي العيال دي عايشه فيه. lowering the voting age، تخفيض سن الانتخاب ل 16 سنه in many countries، في كثير من الدول. ماله؟ ما زال يناقش، is still being discussed. الكاتب يعتقد ان الشباب يجب ان يصوتوا امتى؟ بعد الثانويه العامه، يبقى at the age of 16. هو حتى قال لك في 16 سنه. when the youth are able to vote، لما الشباب يكون قادر على التصويت. they will have their not personalities، هيكون عندهم شخصياتهم المستقله. طب مستقل يعني ايه؟ dependent معناها اعتمادي، يبقى independent الشخصيه المستقله. القطعه الثانيه بقى بيحكي لك فيها عن food addiction، ادمان الطعام. القطعه دي كلها بتحكي عن الاكل، بيقول لك food addiction ادمان الطعام، mindless eating الاكل من غير تفكير، living to eat انك تعيش عشان تاكل، they are all related، كل ده بنفس المعنى. it's a desire to consume، هي رغبه في انك تستهلك الطعام. تستهلك الطعام يعني تاكله، not necessarily the healthiest choices، مش ضروري عندك ان انت تاكل طعام صحي or best quantities او انك تاكل كميات معينه، or at times او في اوقات معينه لما جسمك يكون فعلا body don't really need food، انك اكل جسمك اصلا مش محتاج طعام بس انت عايز تاكل. do you like eating or you would like to follow a diet، هو انت بتاكل بتحب الاكل ولا بتحب تعمل رجيم؟ some people like eating food to be healthy، بعض الناس بيحبوا ياكلوا الاكل اللي هو صحي عشان يكونوا اصحاء واقوياء. as it was believed that being overweight was healthy، كان زمان الناس معتقده ان الواحد لما يكون تخين ومتختخ كده فده صحي. but nowadays most people disagree with this viewpoint، الناس اللي من دول رافضين المبدا ده، بيقول لك التخين تخين برضه دي حاجه وحشه. on the other hand، من ناحيه اخرى، many people are fighting، ناس كتير بتحارب او بتقاتل في معركه تقليل الوزن. الدراسات اثبتت او تم اجراءها فيما يتعلق بالابيتيت اللي هي الشهيه، and how it is controlled by both emotional and by chemical factors. الناس بيقول لك عملوا دراسات على الشهيه وازاي بتاثر على بالجانب الوجداني او كده. some of the conclusions of these studies، بعض دراسات نتائج هذه الابحاث، may give us the ability to understand how to deal with weight problems، بعض نتائج الابحاث دي هتخلينا نفهم ازاي نتعامل مع مشاكل زياده الوزن. على سبيل المثال، when several people were asked about their eating habits، لما سالوا الناس عن عادات الاكل بتاعتهم في اوقات التوتر، 54% من الناس قالوا they reacted to stressful situations by eating، قالوا احنا لما نكون متوترين بناكل يا ريس. further investigations، بدا العلماء يعملوا تحريات اكبر على البشر وعلى الحيوانات. indicated that، وده بين لنا ان it's not food which relieves tension، مش الاكل اللي بيقلل من التوتر، لا the act of chewing الاكل المضغ نفسه هو اللي بيقلل من توتر الانسان. a test showed that، بحث ابين ان extremely fat people، الناس التخان جدا، have a high sense of taste، عندهم حس ان هم يتذوقوا الاكل، and love more flavored food، وبيحبوا الطعام الفليفرد اللي هو طعمه كويس، خد بالك عشان ده عليها سؤال، than thin people، يعني الناس التخان بيعرف يطلع طعم الاكل من اكتر من الناس الرفيعه. when deprived of the variety of tastes، لما احنا بقى نزعنا الاكل من الطعم بتاعه،
extremely fat people are not satisfied. الناس التخان ما كانوش مرضيين and consequently eat more to fulfill this need. وبدأوا يأكلوا كميات أكتر من الطعام بحثا عن الذوق. Exercise has been recommended. التمارين طبعا بيوصى بيها ك important part of weight loss programs، كجزء أساسي في برامج التخسيس. بالرغم من it has been found out that the mild exercise، ودي برضو عليها سؤال، بقول لك ثبت ان المايلد اكسرسايز، ان التمارين المعتدله، is a way of losing weight because using the stairs instead of lift. على سبيل المثال انك تستخدم الستيرز السلالم بدلا من المصعد، it's better، ده بيكون افضل. انا عايز اقول لك هنا ان it has been found out، وجد ان التمارين المتزنه او المعتدله يعني اللي انت ما بتضغطش على نفسك فيها هي الطريقة لخسارة الوزن، طريقة انك تخس. because using the stairs، على سبيل المثال لما نستخدم السلالم بدل ما تستخدم المصعد، ده افضل على المدى البعيد. than taking on severe program such as running slowly، ده افضل لك من انك تاخد برنامج من البرامج المكثفة، على سبيل المثال انك تجري ببطء. many people find it difficult to continue over long periods of time، الناس كتير بتجد انهم من الصعوبة انهم يعملوا تمارين على فترة طويلة. It also increases appetite، وده بيؤدي إلى زيادة الشهية. أول سؤال، الفكرة الأساسية للقطعة دي، the main idea of the passage is، إن إحنا عايشين، إحنا بناكل عشان نعيش، not live to eat، مش عايشين عشان ناكل، وده صح فعلا، إحنا بناكل علشان نعيش، بناكل من الطعام القدر اللي يكفينا إن إحنا نعيش. رقم بي، إحنا عايشين لكي نأكل، غلط طبعا، الناس بياكلوا عشان يعني يرضوا الجوع فقط، برضو غلط. الناس بتاكل عشان تستهلك الطعام اللي باظ عندهم، برضو غلط. طيب الجمله اللي بعد كده رقم 26، بيقول لك we can understand from the passage، ممكن نفهم من القطعه ذات كلمه، ان كلمه consume معناها يستهلك. هو قال لك consume food، يستهلك الطعام بمعنى اكله. عدد ايه من الناس think that eating too much is healthy، بيعتقد ان اكل الطعام الكثير ده شيء صحي. عشان نجيب اجابه الجزئيه دي، تعالى بس نرجع للقطعه ثانيه واحده كده. هنا الراجل بيقول لك ايه بقى يا سيدي، بيقول لك some people، بعض الناس بيعتقد، بعض الناس بيحبوا eating food، تناول الطعام to be healthy، عشان يكونوا اصحاء. دي some people، ما احناش عارفين كتير او قليل، بس بعدها في الاخر قال لك ايه بقى، but nowadays most people disagree. يعني معنى كده ان الناس اللي بيعتقدوا ان الطعام الصحي ده مفيد، some، بعض، والاكثريه ضد الفكره. اذا كده هنختار few، يبقى كده في السؤال ده كده نختار إجابة فيو، عدد قليل من الناس اللي بيعتقد ذلك. رقم بي، what do you think relieves people in eating too much؟ بيقول لك في رأيك إيه اللي بيخلي الناس يعني بيريح الناس لما بياكلوا كتير طعم النكهة الطعام اللي هو الفود فليفر، اللي هو الراجل قال عليها رقم فود فليفرز. رقم بي، رقم A، يبقى الناس بياكلوا كتير علشان هم بيحبوا طعم الاكل. حتى هو قال لك ان لما قدموا للناس طعام بدون نكهه، فالناس بدأوا ياكلوا كميات اكل كثيره بحثا عن الطعم. وكان هاف ا جود دايت، ممكن نعمل ريجيم عن طريق ان احنا ناكل كميات مناسبه من الطعام اوف هيلثي فود، من الطعام الايه الصحي. طيب بعد كده ذا رايتر سينك ذات، الكاتب بيعتقد ان التمارين الايه افضل، التمارين المعتدله اللي هو قال عليها في القطعه مايلد. مايلد دي بتساوي مودريت. التوتر reason، التوتر ده عبارة عن سبب من الأسباب الإيه لتناول الأكل الكثير. من التوتر ده سبب نفسي يعني mental، اللي رقم إيه أو ذهني يعني. طيب the sentence that summarizes the last paragraph، البراجراف الأخير، الجملة اللي بتلخصه بتقول إيه بقى؟ تعال نروح للبراجراف الأخير كده سريعا. هنا البراجراف الأخير ده اللي هو بيقول لك إن التمارين لها دور ومعرفش إيه، بيتكلم عن التمارين وإن التمارين المتزنة أفضل من التمارين المكثفة. يبقى doing exercise is beneficial to losing weight، القيام بالتمارين او ممارسه التمارين ده شيء ضروري في خساره الوزن. اه رقم ايه دي مظبوطه. التمارين رقم بي بيحبط على خساره الوزن، لا ده هو بيشجعك. الناس التخينه بتتحكم في شهيتهم، it's likely to eat less، اه يبقى رقم ايه. طيب بعد كده سؤال الترجمه اللطاف، اول سؤال في 33 الاجابه الصح طبعا هنا رقم دال، بس تعالى نشوف الباقيين غلط ليه. ده كده الإجابة الصح، الباقيين غلط ليه تعالى بقى ما نشوف. هنا بيقول لك ايه، ف بيقول لك تم مكافأة، ده غلط. احمد زويل جائزة نوبل لاختراعه، وما اخترعش، هو اكتشف فيمتو سكند، وهنا الادراكي وهنا الاستكشافي، فهم التلاتة باظوا. طيب الجملة اللي بعد كده رقم 2،
الإجابة الصح هنا رقم بي، لا اللي هي 34. الإجابة الصح رقم جيم، اللي قالت الصحف شيء ضروري كده، ده الإجابة الصح. طيب الأولى غلط فين؟ علشان العطش، هنا برضه العطش وهنا العطش، العطش ده يكون للماء لكن التعطش للمعرفة والعلم وكده يعني، فعشان كده الإجابة رقم جيم اللي صح. بعد كده الإجابة اللي بعد كده رقم 35 الصح، ورقم بي دي اللي صح، والباقيين غلط للآتي. رقم ايه هنا؟ بيقول لك ايه؟ but it had been unhealthy. الجملة بيقول لك استخدام مخصبات الزراعية ومواد كيميائية يزيد مضارع اهي، بعد كده الجملة مضارع، وانا هنا قال لك had been. طيب رقم سي برضو مكتوبة has been healthy، ده مضارع تام برغم ان الجملة الراجل عاملها لك يزيد مضارع، وبرضو هنا was healthy يعني ماضي، فاحنا من اولها كده الحاجات دي خلتنا نفكر ان هم غلط من غير ما نكمل قراءة. طيب 36 الصح فيها هي رقم دي، دي اللي صح. طيب الباقيين غلط علشان رقم ايه؟ بيقول لك الراجل ايه؟ بيقول لك the social networking sites had appeared، ده ماضي تام. هو في الجملة بيقول لك مواقع التواصل الاجتماعي ظهرت في فترة قصيرة، من الفترة القصيرة دي يعني معنى كده انك هتستخدم كلمة recently وده مضارع تام، فدي باظت. التانية have disappeared اختفت، وهو في الجملة قال لك ظهرت فكده باظت. التالتة رقم سي individual اللي هو الفرد، في الجملة ما قالكش الفرد قال لك الأفراد، المفروض individuals الجمع وبعدين أبصرف في الآخر. اللي بعد كده سؤال 37 بيقول لك ايه من دول is used to show واحدة من مميزات الإنترنت؟ طيب الأولانية بيقول لك هنا we can't ignore the fact that the internet has become the home to a lot of crimes، الإنترنت هو مسكن الجرائم، ينفع يكون دي ميزة؟ ده عيب. الميزة الأساسية اللي بتأكد على إن الإنترنت ده هو أهم واحد هو انتشار المعلومات، ده رقم بي دي مظبوطة. بالنسبة للإنترنت هو دبل إيدجد ويبن يعني سلاح ذو حدين يعني مميزات وعيوب، فده غلط لأنك قلت لي مميزات يبقى أتكلم مميزات بس. regrettably مما يثير الندم، الكثير من الناس أصبحوا خصوصا في الأماكن الريفية don't have access، ما عندهمش اتصال بالانترنت، يبقى ده عيب واحنا عايزين مميزات، يبقى كده الاجابه الصح هنا رقم بي. 38 you summarize the content، انت بتلخص محتوى المقال بتاعك امتى؟ لما تكتب الكونكلوجن بتاعت المقال، يبقى رقم دي. which of the following is punctuated correctly، ايه من دول معمولها ترقيم سليم؟ تعالى نعمل الصح والغلط. I am visiting you tonight كوما، وبعدين المفروض نقفل الاقواس، يبقى دي كده الجمله دي كده باظت، عشان هو المفروض ان بيعمل هنا بيقفل الاقواس هنا ويكمل، فده باظت. الثانية I'm visiting you tonight نسي يعمل الكوما هنا قبل ما يقفل الأقواس، فدي كده باظت. I'm visiting you tonight عامل الكوما وقال لك my friend said، يبقى كده مظبوطة. هنا نسي يعمل الكوما في الحتة دي كده، يبقى الإجابة الصح رقم C. طيب بعد كده although we are surrounded by these mass produced devices، برغم إن إحنا محاطين بهذا العدد الكبير من هذه الأجهزة التي تنتج بشكل كثيف، this doesn't mean، ده ليس معناه ان their use should be implemented in the future، ده ليس معناه ان استخدامهم يجب ان يطبق في المستقبل. السؤال بيقول لك ان الجزئيه دي ممكن تكون من مقال عن ايه بالظبط؟ يا ترى عن تكنولوجي ولا عن ايكواليتي المساواه ولا عن الموبايلات ولا عن الافلام؟ اكيد عن تكنولوجيا. طب ليه مش الموبايلات؟ عشان الراجل قال لك هنا ايه، هذه الاجهزه يعني الموبايل والتابلت والكمبيوتر والانترنت، يبقى كده الاجابه رقم ايه. الامتحان ده انا عارف ان انا حاسس ان الدنيا مش مركزه فيه كده، وانا شخصيا مش مركز يعني، بس ما حبيتش اتاخر عليكم اكتر من كده فيه. اتمنى ان انتم تسامحوني على تقصيري، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.